بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه المناسبة العطرة التي نتذكر فيها علما من أعلام المسلمين ومن أعلام العلماء في العصور الأخيرة وهو مولانا الشيخ أحمد رضا خان الذي كان بحق من كبار علماء عصره ومن الأئمة المجددين الذين يتعين علينا الآن أن نحاول أن نتلمس خطواتهم وأن نقرأ سيرهم وأن نهتدي بهديهم. هذه الذكرى العطرة على مرور 100 عام على وفاة ذلك العلم الجليل الذي ولد في العام 1856 من الميلاد ونشأ في أسرة علمية عريقة بل في أسرة تعتبر من الأسر الكبيرة ليست أسرة علمية فحسب بل هي أسرة كبيرة خرج منها الوزراء وخرج منها المؤلفون وخرج منها المرشدون الروحيون وخرج منها علماء الدين وخرج منها أكابر القوم في المجتمع الهندي. وهذه العائلة أصلا كانت من أصول أفغانية ولكن أجداد الإمام قد هاجروا من يعني أصولهم ومن بلادهم الأصلية وذهبوا إلى بلاد الهند فاستوطنوا في تلك الأماكن في بلدة بريلي يعني على وجه التحديد في عهد الدولة الإسلامية المغولية. مولانا الشيخ أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي عنه كان ابن بيئته. كان أهل العلم يقولون آلات العلم 4: شيخ فتاح وعقل رجاح وكتب صحاح ودأب وإلحاح. وهذه الآلات 4 قد تهيأت على الوجه الأكمل للإمام أحمد رضا خان رحمه الله. ومن أهم هذه الآلات ما هيأه الله تعالى له من المشايخ المربين المتمكنين الراسخين في العلم حيث نشأ في حجر أبيه وفي حجر جده رحمهم الله تعالى وهما كانا من العلماء الكبار وكان جده أيضا مرشدا صوفيا يربي المريدين ويرشد السالكين وكان أبوه رجلا من علماء الحنفية الصوفية الذين عرف لهم الباع العظيم في معارضة الاحتلال الإنجليزي حينذاك واشتهر بالعلم والدين والسخاء البالغ وترك عددا كبيرا من المؤلفات. الآلة الثانية التي تهيأت للإمام أحمد رضا خان بعد الشيخ الفتاح وهو الوالد والجد وما تهيأ له من يعني بيئة علمية مباركة الذهن الوقاد الذي عبر عنه ذلك الذي قال هذه المقولة بالعقل الرجاح. كان الإمام صاحب عقل رجاح وصاحب ذكاء متوقد وأعطاه الله تعالى من العلوم الوهبية وكذلك أعطاه من العلوم الكسبية. العلوم الكسبية التي يعني عرف بها الإمام رحمه الله تعالى كانت مبناها على الجد والتحصيل والاستعداد الجبلي والذكاء الفطري وفوق ذلك قد أفاض الله عليه من العلوم ما لا ينكر ولا يدفع حتى إن بعض أقرانه كان يقول إن الشيخ كان يقرأ على الكتاب على إن الشيخ كان يقرأ على بعض أساتذته ربع الكتاب فقط ثم يعكف على قراءته واستيعابه فيما بقي وحده ثم يعرض ذلك على أستاذه فلا ينسى منه لفظا أو عبارة. وعرف عن الإمام أيضا قوة الحافظة الشديدة حتى قيل إنه قد حفظ القرآن الكريم كاملا في مدة شهر واحد وهذا عادة لا يتأتى لعموم الناس بل إنه قد شرع في التأليف والتصنيف وله من العمر 14 عاما بدأ في التأليف وله من العمر هذا السن المبكر وقد أذن له أبوه في الإفتاء على المذهب الحنفي وهو في هذا السن أيضا
ولكن أباه رحمه الله تعالى جعل تلك الفتية تحت إشرافه وتحت تدريبه، فكان الإمام رحمه الله تعالى إذا كتب شيئا من الإفتاءات على المذهب الحنفي عرضها على والده فصوب له ودربه وأرشده، وظل على هذا النحو مدة 7 سنين حتى أذن له والده رحمه الله تعالى بأن يحرر الإفتاءات دون أن يرجع إليه. ولكن الإمام رحمه الله تعالى تحلى بالأدب التام البالغ مع والده وبالتواضع كذلك، وصمم أن يكمل رحلته العلمية تحت إشراف والده رحمه الله تعالى ليستفيد منه أقصى ما يمكن أن يصل إليه من الاستفادة، فظل يعرض على والده رحمه الله تعالى ما يحرره من الإفتاءات، بالرغم من أن والده قد أذن له أن يفتي دون أن يرجع إليه، ظل يعرض عليه ما يحرره من الإفتاءات حتى توفي الوالد رحمه الله تعالى أدبا منه مع والده. معرفة الإمام رحمه الله تعالى بالفقه الحنفي كانت في السماء، كان من أعرف أهل عصره بالمذهب الحنفي، وشهد له بهذا الخصوم والموافقون، حتى إن الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى يقول فيه إننا لا نعرف له ندا ولا شبيها ولا ما يقاربه في إحاطته بالمذهب الحنفي، وكان مع ذلك ملما محيطا بعلوم الشريعة المتنوعة المختلفة، بل وكان يعرف ويشارك في علوم أخرى زيادة على علوم الشريعة، فكان مشاركا في العلوم الرياضية وفي العلوم الفلكية وفي العلوم الروحانية حتى الأوفاق ونحو هذا، وكان له الباع الطويل في علوم الشريعة، وكتب فيها مصنفات عديدة حتى إن مؤلفاته لما أحصيت جاوزت 1000 مؤلف في الفنون المختلفة، منها ما هو في علوم القرآن، ومنها ما هو في الحديث الشريف، ومنها ما هو في النحو والصرف والعقائد والتصوف والفلسفة والمنطق والجبر والمقابلة والفلسفة والأوفاق وهكذا في علوم كثيرة، قد ألف فيها مؤلفات ماتعة مميزة ليست على طريقة خذ من هنا وضعها هنا وقل هذا أنا، بل على نمط التحقيق والتدقيق والإبداع في التأليف في الحقيقة. وكان رحمه الله تعالى قد فتح له هذا الباب، باب التأليف كان قد فتح له من الله سبحانه وتعالى فيه الفتح العظيم، حتى إنه كان سريع التأليف جدا مع شدة التحقيق والتدقيق، حتى إن مؤلفه العظيم الماتع الذي هو الدولة المكية قد قيل إنه قد ألفه في الحرم الشريف في مدة 8 ساعات دون أن يرجع إلى مرجع، والقصة في هذا معروفة مبثوثة وفيها تفاصيل قد ذكرت في ترجمته وفي سيرته. فيعني هذا يعني علامة على أنه كان له الباع العظيم في هذا الباب وفي هذا الموقف الذي يستحق أن يغبط عليه في الحقيقة. وكان من الملح والطرائف أنه كان إذا سمى كتابا من كتبه فإنه يسميه اسما مسجوعا على عدة المؤلفين المتأخرين، ولكن الطريف أنه كان يتحرى في أن يكون هذا الاسم المسجوع إذا حولناه إلى حساب الجمل فإنه حينئذ يوافق بحساب الجمل سنة الفروغ من تأليف الكتاب، وهذا من الملح والطرائف التي تدل أيضا على الذكاء البالغ والدقة الشديدة. وكذلك الشيخ رحمه الله تعالى كان له باع طويل في الرد على المخالفين في عصره الذين يشوشون على العقائد الإسلامية، سواء كانوا من غير المسلمين
الذين يثيرون الشبهات ويثيرون العقائد التي لا توافق العقائد الإسلامية من الهنادكة ومن النصارى وغيرهم، وكذلك من الفرق التي حاولت أن تنتسب إلى الإسلام وأن تبث في نفس الوقت عقائد تنافي العقائد الأصلية في الإسلام كالطائفة القاديانية وغيرها، وكذلك رد على بعض الطوائف المنحرفة من المنتسبين إلى الإسلام في عصره كالروافض وغلاة الوهابية وغلاة الصوفية كذلك. وكان رحمه الله تعالى مثالا يقتدى به في أنه كان عالما يعيش عصره مدركا لشانه، عالما بزمانه، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام أو كما حض النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يكون كذلك في الحديث الذي رواه ابن حبان، أن يكون عالما بشانه، أن يكون مدركا لشانه عالما بزمانه. كان الشيخ رحمه الله تعالى كذلك عالما بزمانه أشد العلم، كان ابن عصره وكان ابن واقعه يدركه جيدا، لا يخيل عليه ولا يروج عليه ما يروج على ما يمكن أن يروج على غيره. ومن الأمثلة على ذلك مثلا أن الإنجليز كانوا هم قوات الاحتلال في ذلك الوقت، وأراد بعض الهنادكة، غاندي بالتحديد، أن يستغل عواطف المسلمين في حربه مع الإنجليز، فاستغل عقيدة الموالاة التي عند المسلمين أو مبدأ الموالاة الذي هو عند المسلمين في أنه يريد أن يحوله إلى مقاطعة تامة اقتصادية مع الإنجليز. فانبرى الشيخ أحمد رضا خان حينئذ، وكان مدركا أن الموضوع لا يعدو أن يكون لعبة سياسية، ونادى وصنف كذلك في هذا المعنى الذي يفرق فيه بين الموالاة وبين المعاملة. فكون أن هناك طائفة أو أناسا يفرض علي الشرع ويفرض علي الدين ألا أواليهم، فهذا لا يعني ألا أتعامل معهم. رحمة الله على الشيخ أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، كم نحن بحاجة إلى أن ننشئ جيلا يعرف هذا الشيخ الجليل ويعرف أمثاله من العلماء الكبار، لأننا في حاجة إلى المثل الأعلى، وفي حاجة إلى القدوة، وفي حاجة إلى تلك النماذج التي تستثير الهمم وتستفز الكوامن الإيجابية في النفوس، حتى يكون الإنسان عنده تطلع دائما أن يطور من نفسه وأن يشرفه الله تعالى بخدمة هذا الدين وتلك الشريعة المطهرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.